ماضي وتحديدا بعد البرايم حكيت سارة بانفعال عن كريم يلي أبعد ياسمين بصوته المرجح، وبعد وقت قصير على كلمة القاسة صارحت كريم وانتهى الموضوع على خير، لكن تبين انه ما انتهى. مسكني كريم قالوا لي انه انت حكيتي علي. لا حبيبي انا جاي رح قلق. لا قبل قال لي شو بكي متغيرة معي؟ طلعت ياسمين قلت لك تعال رح لك كلمتين من الاخير. انا يوم اللي عصبت منك وقت اللي صوتت ضد ياسمين انا ما خليت عليك كلمه. لا انا ما خليت عليك كلمه ولا شيء، حكيت كل شيء. ما حكيت عنك كل شيء بيخطر ببالك ما خليت. قلت انا هلا عم اقول لك اياها بلساني يعني مشان ما يجي حدا يقعد يتزاكى يعني يعمل انه هو الفضحة اللي اجى عم يقول لك. انا عم اقول لك انه انا حكيت عليك ما خليت كلمه ببالي ابدا، ما عندي مشكله بالموضوع ابدا لانه ماني طايقتك بكل بساطه يعني. قال لي بس انه انت حطي حالك مطرحية انه انا ما بحب اطلع غدار. لا انا وياسمينك انا ياسمين بحبها كثير موت عليها للبنت، بس انه نينا كثير حدا قريب مني وبحبه كثير باخر اسبوعين. لا اوكي انا ما عم حاسبك، انت حر انت بتختار اللي بدك اياه، بس اللي بيشوفك كيف كنت مع ياسمين وبنتي ما بيتوقع انك انت رح تتصرف هذا التصرف. بعدين انا وياك بنفهم كثير على بعض كريم. هلا لا انا بدي احكيها بصراحه يعني انه ما شاء الله هو شايف من اول برايم، هلا كان يحكي كثير لانه بنت بلده نسمع هيك هيك، بس لبعدين انه بس شافها انه هل عرفتي كيف هالبرستيج يعني صار ووف. محمد دقدو بيحب يعرف الشيردي والوردي بالاكاديميه وباله مشغول على ساره وحسام، وين صاروا؟ شو عاملين؟ متفقين؟ مختلفين؟ خلينا نسمع حوار الاصدقاء. شو صار معك انت؟ شو؟ حتكملي ولا شو ولا عم نخفف شوي شوي؟ حاولنا نقطع فرد مرة ما زبطت معنا، خفف شوي شوي بعدين أهلي محاسينه إنه عم يكذب علي وعم يعمل هالشغلات مشان يلهيني عن الشي اللي أنا جاي أعمله هون. ما بزن حسام عنده هالحركات يعني. أنا بعرف إنه بيحبني بس إنه شو بدنا نساوي؟ كملي حياتك في ستار أكاديمي، وهي فرصة ما حد صعد لك مرة ثانية. انت صوتك حلو، اخلاقك يعني مو منيحه، حلو صحيح منيحه يعني منيحه عن جد. عم بحكي معك والله عم لك اختي وحياه الله، كملي بهالبرنامج وخليكي ماشي صح، تعبي دروسك صح، هدي لي حالك، هذا هي فرصه ما حتجيكي مره ثانيه يا ساره والله العظيم. هلا حب وغرام وعشا، بكره تحبي 4000 زلمه. ف حسام والله حاولي موت بعدي عنه، ما بعرف يعني هو كمان الحب ابن حرام انا بعرفه يعني. حاولي عن جد يعني يوم بالنهايه بدون مصلحه. يوم اللي اتفقنا مشان نخلص على الاخر يعني، هو ضل فايق للصبح هذا عم بيسمع اغاني ما قدران ينام. وانا كل الليل عم ببكي بتختي، ماني قدران استوعب ولا هو قدران يستوعب فكره. ما في شيء بيطير النوم من العيون الا الغرام. بريك ومنتابع اليوميات.